برحب بيك مرة تانية كابتن هيثم، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام. فوز مهم جدا، ألف مبروك للنادي الأهلي طبعا، يعني التأهل للدور نصف نهائي طبعا بنتيجة 3-0، الفوز على الاتحاد. معايا طبعا سيادة اللواء خالد أبو زينة مدير الإداري. يعني يا كابتن برحب بيك عبر شاشة قناة الأهلي. فوز مهم جدا، كلمنا عن أجواء المباراة والاستعدادات طبعا لمباراة بكرة في النهائي إن شاء الله. بشكر حضرتك طبعا، وبشكر قناة النادي الأهلي اللي ملحقانا في كل المباريات، وبشكر كابتن هيثم السعيد اخويا العزيز، وبشكر الضيوف اللي معاه. بالنسبه للاستعدادات حضرتك، احنا جينا هنا الاسماعيليه من يوم الثلاث بعد عقب المباراه بتاعه الترسانه، سافرنا تاني يوم وجينا هنا اتمرنا الثلاث والاربع استعدادا للمباراه اللي حضرتك اقيمت دلوقتي مع الاتحاد. طبعا كان لازم ان احنا نركز مع اللعيبه جدا على اساس موضوع احنا خارجين من بطولة الدوري، وطبعا زي ما حضرتك عارفة بتخرجي من بطولة الدوري الكيرف بيبقى نازل، فكان لازم ان احنا نحشد اللعيبة نفسيا ومعنويا علشان البطولة دي. فاحنا طبعا بقالنا يومين في المعسكر، كل تركيزنا ان احنا ان شاء الله نحصل على بطولة كاس مصر على اساس تبقى برضو الرابعة على التوالي، تمام، ونسعد بيها مجلس الإدارة بقيادة كابتن محمود الخطيب وجمهور النادي الأهلي وإدارة النشاط الرياضي اللي متابعانا في كل الأوقات. اللعيبة طبعا نفسيتها عالية جدا إن هي تحصل على كاس للمرة الرابعة التوالي، ويعني بطمن الجمهور إن شاء الله إحنا بنعدكم إن مباراة بكرة إن شاء الله هتكون قوية، واحنا هنقعد نتفرج على المباراه اللي هي بتاعت الزمالك والجيش دلوقتي على شوط واحد، وبعدين نطلع على الفندق نبتدي تاني نركز مع اللعيبه استعدادا لماتش بكره. وطبعا الجهاز الفني بيطلع كل المباريات اللي هي حسب الفريق اللي هيفوز على اساس ان احنا دي الفرقه اللي احنا هنلعب معاها بكره. لكن انا بطمن الجمهور وبطمن حضرتك وبطمن الساده المشاهدين ان باذن الله ربنا هيكلل لنا نجاح ان شاء الله في بطولة كاس مصر إن شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني سيادة اللواء خالد أبو زينة مدير الإداري طبعا بالنادي الأهلي، ألف مبروك مرة تانية، ودي الأجواء هنا من أرض الملعب. كابتن هامس هيثم، عودة ليك مرة تانية. نزان نصر من أرض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن زي ما شوفوا حضراتكم اللقاء مع كابتن خالد أبو زينة.